امر سيركل، ويعد برضك من امر سيركل دوت اهم برضك من اهم الاوامر برضك اللي هنستخدمها برضك في برنامج السوليد وورك. وزي ما تعودنا كل مرة، اول حاجة نفتح البرنامج، نستنى عبال ما يفتح. خلاص كده تمام، فتح معايا اهوت. نستخدم التكة، نضغط بارت كده يبدأ معايا ايه، نيو بارت. طيب وزي ما اتفقنا برضو بنبدأ نفتح اللي هو مساحة العمل، او نختار البلين اللي هنرسم عليه. انا هختار التوب بلين واقول له سكتش. طيب امر سيركل اهو، هي دي الايقونة بتاعت الامر سيركل. لو انا ضغطت على السهم هنا، السهم الصغير ده، هلاحظ ان في نوعين من انواع السيركل. اول نوع هو السيركل العادية، تاني نوع في سيركل كده هنقولها برضو، هنقول وهناخد كل واحدة لوحدها. طيب نضغط على السيركل الاولى ونشوف ترسم ازاي. اول نوع هو بيقول لي البرنامج بيقول لي حدد لي اول نقطة، وهي نقطة المركز بتاع الدايرة. طيب هضغط كليك واسيب ضغطك واحدة واسيب. طيب ابدأ اتحرك. طيب الطول الداش لاين اللي هو دي بيمثل ايه؟ بيمثل الراديوس بتاع الدايرة، اللي هو بيمثل نص القطر بتاع الدايرة. فالبرنامج دلوقتي مستني ان انا احط الراديوس على الرسمة عشان يبدأ يرسم لي الدايرة. طيب هضغط كليك كمان، يبقى انا كده ايه، عندي دايرة بنص قطر معين. طيب هضغط كمان دايرة برضو عشان نلاحظ برضو، ادي حددت نص القطر، حددت نقطة المركز، حددت الراديوس. طيب الاحظ هنا، الاحظ هنا اللي هو في الايه، هنا دي هي الراديوس اللي انا عايز بتاع الدايره دي. دي بقدر احدد منها الراديوس، مثلا لو انا عايز اعمل الراديوس 10 اقول له تمام، راديوس مثلا 20 اقول له اوكي، راديوس 30 50 اقول له اوكي انتر، راديوس 60 دي اللي بحدد منها مين اللي هو نص القطر بتاع الدايره. ودي انما دي بقى دي نقطه احداثيات نقطه المركز، دي احداث الاكس بتاع نقطه المركز دي واحداث الواي بتاع نقطه المركز دي بما اني في ال2 دي. انما لو بقى في ال3 دي هناخد بقى ان شاء الله في بقيه الفيديوهات اوامر فيتشرز، هيبقى فيه كمان واحد هنا اكس واي وزد في ال3 دي اللي هو في الثلاثي الابعاد. تمام طيب كده اول نوع من اوامر اللي هو السيركل. تاني دايرة أو تاني نوع من أوامر السيركل، نروح لتاني نوع من أوامر السيركل واللي هو تمام، نروح لتاني نوع نتك السهم، نختار بيريميتر سيركل. البيريميتر سيركل ديت هي دايرة بتترسم بمعلومية 3 نقط، لازم يكون معايا يعني مثلا 1 2 3. ودي استخداماتها بتكون في ايه؟ افرض مثلا انا عندي مثلا لاين اهوت، ادي 1 2 3 4، 1 2 3 لاينز. طيب وانا عايز دايره تكون ممثل الثلاث خطوط دول مع بعض. طيب تيجي هنا فائده اللي هو ايه، الاداه بتاع اللي هو النوع الثاني بتاع اللاين بتاع السيركل اللي بتترسم ب3 نقط. ادي يا عم احدد النقطه دي، الخط الاول، احدد الخط الثاني، احدد الخط الثالث، ويبقى عندي كده دايره ممثله ال3 خطوط عندي. تمام كده يا هندسه، تمام. يبقى الوقت احنا خدنا السيركل اللي بتترسم عاديه اللي احنا عارفينها العاديه، بحدد اول حاجه المركز، وبعدين امشي بالسهم احدد الراديوس، واقوم متكي كمان كليك. طيب والرسمه الثانيه اللي هو بحدد منها برضو اللي هو ايه، بحدد منها الدايره الثانيه اللي بتترسم بمين، ب3 نقط، 3 نقط على الرسم، 1 2 3. ماشي تمام يا هندسة، تمام. وكده وصلنا لآخر الفيديو، وكان موضوعنا اللي كان موضوعنا فيه السيركل. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.